قتلهم وعندي ولاية تقتلني وتخرب يا كني غسلاية والوطن معاك يسد بعضكم من تقديم طالبتين هالة وحنان تحت تسويقاتكم. الأستاذ رجاب عبد الرحمن مدير معهد جهوي للموسيقي داخلنا، كما نرحب بالإذاعة أولاس هي اللي شرفتنا اليوم ومحمد حسين بها، كما نشرفنا كذلك بالمستمع الكريم والمشاهد الكريم. راح نعطي نبذة وجيزة جدا على هذا اليوم المبارك اللي بالمناسبة قدمنا هذا الحفل البسيط اللي هو تصميم ببرنامجه وبعمقه يعني قوي جدا. اغترق هذا اليوم في 18 ابريل بمحطه تاريخيه هامه، حيث صدر يوم 18 فبراير سنه 1956 المقرر رقم 1012 للدورة 11 للامم المتحده حول القضيه الجزائريه. لان بهذه المناسبه اعترفت بوجوده هذه المنظمة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. وخلال نفس الشهر من سنة 1947 تم تأسيس المنظمة الخاصة التي مهدت لخيار الكفاح المسلح ولثورة نوفمبر العظيمة. إذا هذا بالنسبة لنا يوم عظيم جدا بشهدائه وبأبطاله وبرجالاته. وهذا اليوم اختاروها لأنه 18 فبراير هو ازدياد زيلوبيوس الشهيد البطل المعروف بثورة القسطنطينية اللي هي بصدع الشمال القسطنطيني، وبهذه اليوم اندلع الثورة من هناك. هذا يعني بصفة وجيزة ونبذة وجيزة على تسمية 18 فبراير يوم الشهيد. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.